بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. أهلا بك في نشرة الأخبار. بداية نبارك لمملكة البحرين تحقيقها وللعام السابع على التوالي الفئة الأولى في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص العام السابع وفق تقرير الخارجية الأمريكية. كيف ترون هذا الإنجاز؟ اسمحوا لي أولا أن أشيد بالجهود الوطنية التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص على كل المستويات، سواء كانت تشريعية أو تنظيمية أو إدارية أو حتى قضائية، والتي تستند إلى المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي يسعى إلى ترسيخ حقوق الإنسان وحماية حرياته الأساسية. كما لا بد لي أن الإشارة إلى الجهود الكبيرة اللي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجميع الوزارات وجميع الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الظاهرة اللي تعتبر جريمة عابرة للحدود. في الواقع هذا الإنجاز يعد شهادة على نجاح الاستراتيجيات والسياسات اللي تبذلها مملكة البحرين للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، وهو يمثل أيضا اعتراف دولي بالتقدم الملموس اللي تحققت البحرين في هذا المجال. تتميز البحرين حقيقة بنهج شامل يشمل تطوير التشريعات وتعزيز القدرات المؤسساتية وتفعيل التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة هذه الجريمة بكل فعالية. إضافة إلى ذلك، تحرص البحرين على دعم الضحايا وتوفير الحماية اللازمة إلى كل أو لأي شخص تعرض إلى أي نوع من الإهانة. كل هذه الجهود المتكاملة تسهم في تعزيز الصورة الإيجابية لمملكة البحرين وتشير إلى التزامها الطويل الأمد تجاه حقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي. في النهاية أعتقد أن هذا التصنيف يعزز من موقع مملكة البحرين كشريك فعال ومسؤول في جميع المستويات الدولية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الإتجار بالبشر. كما أود التأكيد على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بما لديها من ولاية واسعة في تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لمكافحة جريمة الإتجار بالأشخاص بما يتضمن التطبيق الأمثل لحقوق الإنسان. نعم، المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.